بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من البرنامج اليومي يستفتونك، الذي يأتيكم عبر شاشة الرسالة للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال عرضها على نخبة من العلماء الأجلاء في المملكة العربية السعودية، ليأتيكم الجواب على هدي من كتاب الله عز وجل وضياء من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضل والفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، عضو محكمة الاستئناف سابقا، الذي سيتولى مشكورا ماجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. حياكم الله أستاذ عبد الرزاق، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، أهلا بكم جميعا، حياكم الله. حياكم الله شيخنا الكريم، ونسعد كثيرا بالترحيب بمشاهدينا الكرام، ونسعد كذلك باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية من خلال هواتف البرنامج التي تظهر الآن وستظهر تباعا في ثنايا تقديم هذه الحلقة. شيخنا الكريم، هذا أحد الإخوة الكرام يقول: كنت أصلي صلاة المغرب في التشهد الأول، طبعا يقول كنت مسبوقا بركعة في التشهد الأول، وأنا أقرأ التشهد كنت أعتقد جازما أنه التشهد الأخير، تفاجأت أن الإمام قد قام للإتيان بالركعة الثالثة، فعرفت أنني قد سهوت بسبب تفكيري ببعض الأمور الدنيوية، فقضية قراءتي ونيتي أن هذا هو التشهد الأخير بينما هو حقيقة التشهد الأول، هل يؤثر بصحة الصلاة للمأموم؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وتبعه هداه، ما بعد، فإن انعقاد نيته على كون التشهد الذي هو فيه هو التشهد الأخير ثم ظهور غير ذلك لا يؤثر بصحة صلاته، وهكذا أحوال السهو، أحوال الزيادة التي تكون، كذلك أحوال النقص. هو أدى الركعة على أنها الثالثة وليست الثانية أو الرابعة، وليست أظنها الرابعة ثم تبينها الخامسة، فهذا لا يضر الحقيقة فيها، لأن هذا يرد في أغلب أو في كثير من أحكام السهو، ومع ذلك لم تنبه عليه الشريعة، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. أحسنكم شيخنا الكريم. شيخنا، في حديث لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، من أطعم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا، من تبع منكم جنازة قال أبو بكر أنا. شيخنا الكريم، بقضية اتباع الجنازة، هل يحل محلها الصلاة على جنازة في هذا الحديث حتى ينال هذا الفضل العظيم؟ نعم، يكون له جزء ذلك العمل، لأن الحقيقة ليس بالضرورة أن مثل هذه الأعمال كلها مقصودة لتحصيل هذا الأجر الوارد في الحديث، وإنما قد يكون غيرها من الأعمال هو أعظم منها وأجل كما هو معروف، مثل نشر العلم الواجب، ومثل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأعمال لا شك عند أهل العلم أنها أعظم، أو أن يقال بأن هذا خاص لهذه الحالة، أن الله عز وجل أعطى هذا الأجر لمن أتى بهذه الأعمال كلها، وقد أتى بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فحاز ذلك الفضل. فلا يعني ندقق كثيرا في مسألة يعني حوز هذا الأجر بهذه الأعمال وحدها فقط، وإنما نعلم أن الله عز وجل يكتب الأجر الجزيل والثواب الكثير على نحو هذه الأعمال، والله أعلم. نعم، أحسنكم شيخنا الكريم. شيخنا، نشر المقاطع النافعة للإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كذلك الشيخ ابن عثيمين وكبار العلماء في المملكة العربية السعودية، هل هذا يعد من الصدقة الجارية خصوصا في المجموعات الواتسية وغيرها؟ نعم، إذا كان هناك مال يبذل، أو هناك وقت يعمل، أو هناك جهد بدني يمارس الإنسان، وهذا الجهد البدني له قيمة مالية، يعني لو كان يعمل هذا الأمر عند مؤسسة ثم يقول سأنشر لكم وأشتغل معكم وأعطوني أجرا، لا أعطوه على ذلك أجرا، فكل هذه الأعمال الحقيقة هي مما يكون من ثواب الصدقة الجارية. صحيح صاحب الصدقة الجارية الأكبر هو هذا العالم الذي نشرت له هذا المقاطع بلا ريب، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وهذا الحديث دليل على أن يكون له مثل الأجر، ولكن مثل الأجر في العدد، أما في النوع
فلا شك أن من أنشأ هذا ونشره في حينه وهو ذلك العالم وذلك الداعية وذلك المصلح والموجه لا شك أنه أكبر من حيث النوع، ولكن الحقيقة حين قال فله مثل أجر فاعله يدل على أن هناك أجر عظيم وثواب جزيل على مثل هذا العمل، فخير ما يفعل الإنسان حتى لو أوقفها لله عز وجل صح ذلك، لأن هذا عمل له قيمة مادية وكذلك قيمة معنوية. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. البداية مع أمة الله من السعودية، حياك الله يا أمة الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أسأل سؤالين. السؤال الأول، أجد نساء يصبون بعباءة أخطامها واسعة بحيث إنها كلما كبرت أو رفعت يدها للركوع ينحسر جزء من الساعد. فأنا أبغى أعرف الحكم الصلاة في هذه الحالة وهل أنكر عليهم؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، إذا كانت المرأة تأخذ بحكم الإفرازات لا تنقض الوضوء. تمام؟ فإذا شكت في نزول المدي واشتبه عليها، هل هذا مدي أم إفرازات؟ ماذا تفعل؟ وغلب على ظنها إنه إفرازات، هل تعيد الوضوء أم تمنع الطهارة؟ طيب سؤال ثالث يا أختي. جزاك الله خير. شكرا وإياك الله يحفظك، شكرا جزيلا. أم أحمد من السعودية، حياك الله يا أم أحمد تفضلي. أم أحمد أنت على الهواء تفضلي. طيب شيخنا الكريم، أختنا الكريمة أمة الله من السعودية تقول البعض النساء يصلين بعباءات فضفاضة، فلربما إذا أرادت تكبير رفعت يديها يعني يظهر جزء من الساعد، فهل يؤثر ذلك في صحة الصلاة؟ فظهور ما أمر الله عز وجل بستره في الصلاة بصورة عفوية وغير مقصودة وإنما جاءت عرضا ثم زالت فورا، فإن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة، وكذلك انحساره عن القدمين فتعد صلاتها صحيحة، لأن الإرادة لم تتحقق، إرادة الإظهار، ولأنه لم يطل به الزمن بل هو قليل عارض، فالصلاة صحيحة والله أعلم. نعم. في السؤال الثاني شيخنا الكريم تقول، هل الإفرازات بالنسبة للمرأة لا تنقض الوضوء؟ وثم لديها أيضا شق آخر من السؤال. الإفرازات التي ليست بدم حيض ولا أيضا ليست بدم من الدماء العادية، دماء الالتهابات، أصح أقوال أهل العلم أنها ليست نجسة كما أنها ليست ناقضة، وعلى هذا قول مالك وشيخه ربيعة وعليها فتوى بعض مشايخنا المعاصرين، هذا أصح الأقوال. أما إذا اشتبهت عليها بشيء آخر وهو المذي، فالأصل أنه ليس بمذي، هذا هو الأصل حتى يثبت، لأن هناك خصائص مختلفة للمذي عن مثل هذه الإفرازات، فإذا فالأصل عدمها ما دام أنها اشتباه. أما إذا صار عندها تحري وغلب الظن أنه مذي فيأخذ أحكام المذي، وكذلك إن كان بولا فيأخذ أحكام البول، لكن الكلام على مجرد اشتباه أو شك، الشك وتساوي الطرفين، مذي وليس بمذي، كلها سواء، كلها متقاربة، حينئذ نقول بأنها بأن هذا شك، ولا يعمل بالشك في هذه الصورة، بل يعمل بغالب حالها وما جرت عليه عادتها في هذا، وهو كونها إفرازات عادية من الرحم الله أعلم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يجوز الاغتسال به في دورة المياه أكرمك الله؟ الكرامة التي للماء الذي قرئ فيه هي كرامة معنوية بحتة، وليس هناك اسم مطبوع لله عز وجل أو يظهر في هذا الماء، فلا يؤثر في هذا أن يغتسل به في دورة المياه وأن يذهب مع المجاري، لا أعرف ما يمنع من ذلك ولا حرج فيه إن شاء الله عز وجل. نعم أحسن لكم شيخ الكريم. معنا هيثم من مصر، حياك الله يا هيثم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. عندي سؤال يا شيخ. ما هو؟ أنا حلمت رؤيا وتحققت، رؤيا كان لي أكثر من 6 سنين، يعني رؤيا فيها أن أنا مقبول الدعاء، ولي أكثر من 6 سنين بدعي ما شفش ولا دعوة وتحققت لي. والله يا أخي هيثم، نحن في برنامج لا نعبر الرؤى، لعلك تتواصل مع البرامج التي تعبر الرؤى، شكرا جزيلا لك. معنا تركي من السعودية، حياك الله يا تركي تفضل.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا تركي. يا شيخ الله يمسك بالخير، نشهد الله على محبتك يا جد. الله يسعدك. يحبكم في الله يا شيخ. الله يجزاه خير، احبه الله، الله يجزاه. تفضل. يا شيخ انا عندي الوالده مقعده وانكسرت رجلها وتصلي وهي جالسه. ايه. هل هذا فيه حرج؟ طيب سؤال ثاني. سؤال ثاني يا شيخ، يا لا تتكلم عن الوسواس في الصلاة وكيف طيب العلاج منه نتخلص منه. لكن بالنسبة للوالدة ما تستطيع أن تقوم نهائيا؟ نهائيا، مكسورة كسر مضاعف يا شيخ. طيب شفاها الله وعافاها، شكرا جزيلا لك يا تركي، الله يجزاك خير. طيب شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، الأخ تركي يقول أن والدته أصيبت بكسر مضاعف في القدم ولا تستطيع أن تصلي واقفة، تصلي جالسة، فما حكم صلاة أحسن الله إليكم؟ لا حرج عليها، وهذا من أظهر المسائل التي يرفع فيها الحرج، فتصلي على ما تستطيعه مما يكون أقرب إلى صفة الركن الذي تريد أن تتركه والواجب الذي تريد أن تتركه، وتأخذ منه بقدر الاستطاعة، يعني تأخذ نصف ركعة، تأخذ نصف سجدة، ربع سجدة، اللي تقدر عليه. وكذلك إذا كانت لا تستطيع القيام فإنها تقعد، لا تستطيع الجلوس على الأرض تجلس على كرسي، وهكذا كل هذا مما يجوز لها دون حرج. نعم. في سؤال ثاني شيخنا الكريم يقول من يعاني من الوسواس في الصلاة ما هو التوجيه الشرعي له؟ يعني مجموعة من الكتب والمواقع التي على الانترنت قد فصلت في هذا وأفاضت، وأنا أشير على الأخ أنه يعني يرجع إليها، ففيها تفصيل في جميع المواقع، ولي تفصيل أيضا فيها موقعي على هذا إن حب أن يرجع إليه. أهم ما فيها في الحقيقة هو أولا هو الدعاء، دعاء الله عز وجل، هذا باختصار. والأمر الثاني هو الرقية الشرعية، أن يرقي نفسه، لأن هذا يحتاج إلى رقية، فيه نوع من المرض. والأمر الثاني أن يعلم بأن الله عز وجل قد أسقط عنه كل ما فيه وسواس، فإن كان يوسوس في تكبيرة الإحرام تسقط عنه ويصلي، يبدأ في الفاتحة، وإذا كان وسوس في الفاتحة يدع الفاتحة وينتقل إلى بقية السور الأخرى، وهكذا فيسقط عنه التكليف فيما وجد عليه فيه الحرج. والأمر الثالث الرابع هو قضية الرياضات العقلية والرياضات النفسية، أحيانا يقدمها الأخصائي الاجتماعي، وإذا لم يستطع ذلك عن طريق الأخصائي الاجتماعي فيذهب إلى الطبيب النفسي، وهذا لا ضير فيه ولا إشكال أبدا، والنفس تمرض كما تمرض الأبدان تماما، يعني لا يقول أنا أصابني مس ولا أصابني جنون، هذا غير صحيح. وكل الناس، أو لا أقول كل الناس، لكن كثير من الناس هي متفاوت عندهم أمراض نفسية، أحيانا تزيد قليلا فتؤثر هذا التأثير، فيراجع الطبيب النفسي ويعطيه أيضا أحيانا أشياء دون الأدوية، ثم إذا لم يرى هذا مجديا فإنه يعطيه بعض الأدوية تفيده وتعينه إن شاء الله عز وجل. نعم. أسأل عليكم شيخنا الكريم، شيخنا بالنسبة قلتم أن يعني تسقط عنها تكبيرة الإحرام، لكن البعض ربما يقول أنا أستطيع أن أكبر تكبيرة الإحرام لكن يأتيني شك أنني أتقنها بشكل سليم، هل يقال له مثلا كبر وحتى لو لم تكن نطقتها بشكل صحيح، هل يقال لها التوجيه صحيح؟ يعني هذا شيء قطعي، أنه إذا كبر المرة الأولى ستكفي، لكن الوسواس جانا واحد قال لا هذه المرة غير محتسبة، المرة الأولى هي الثانية التي سأقولها بشكل صحيح، الأولى غير معتبرة، وهكذا يظل. لكن إذا كان هو إذا فعل هذا كفاه فلا بأس، فلا بأس. ولكن الغالب أنه لا يعتبر بها لا بالأولى ولا بالثانية ولا بالثالثة، هذا غالب أحواله، وأنا تكلمت على الغالب. نعم. فإن كان كذلك فإنها تسقط عنه ويشرع بالفاتحة مباشرة. نعم. أسألكم شيخنا الكريم، شيخنا بالنسبة يعني هناك بعض الطلاب قد تكون مثلا كليته خارج الرياض، ثم يأتي مثلا لأهله مثلا في نهاية الأسبوع أو حتى في الإجازات الرسمية، قد يكون له غرفة مخصصة في هذا المنزل، وتأتي تساؤلات حقيقة كثيرة، يقول هل إذا أصبحت في الكلية التي خارج الرياض يجوز لي أن أترخص برخص السفر، أو إذا جئت للرياض عند أهلي أترخص برخص السفر، علما أنه يجلس 5 أيام في هذه الكلية ونهاية الأسبوع يكون عند أهله، فما هو التوجيه له ولأمثاله؟ صلى الله عليه وسلم. يعني ما دام هي نمو دراسة كلية والغالب تكون سنتين على الأقل في بعض الدبلومات، وأحيانا 4 سنوات في كلية، ويكون له سكن مخصص يأوي إليه في أغلب أيام السنة كما هي 5 أيام،
فهو إذا مقيم هنا في هذا البلد الذي فيه كليته. والأقرب أنه مقيم حتى في بلده الأصلي، لأن هذا مكان سكناه وأهله واستقراره وأهله، فهذا هو من له دار إقامة، دار إقامة هنا ودار إقامة هناك. هذا الأقرب فيما يظهر لي من الناحية العرفية، لأن مرد السفر والإقامة هي للعرف، فيكون مقيما هنا ومقيما هناك. لو كان متزوجا فالأمر قد يختلف، لأن هذا البيت هذا ليس بيته الحقيقة، وأهله في مكان آخر، فهو ليس مطمئنا في هذا المكان، فيكون في بلده الأصلي يكون مسافرا. أحيانا مثلا يبيع بيته، أو كان مستأجر بيت فألغى الإيجار وترك زوجته عند أهلها، فيذهب يبيت عند أهله، هذا ليس مكانه الأصلي، خاصة مع انقطاع عن أهله في حين كانت في بيت أهلها. فالقضية هو تتكلم على قول الله عز وجل، فإذا اطمأننتم، الطمأنينة مقابلة للانزعاج والشتات وغيرها مما ينافي صفة الإقامة العرفية. فكل ما نافى أو أثر أو غلب في تأثيره على الإقامة العرفية ألغى هذه الإقامة، لم تعد إقامة. بخلاف العزب، هذا الرجل الشاب العزب إذا رجع هذا بيته كما هو، مثل ما يسافر مرة ثم يرجع إلى بيته كما هو، وهو مكان سكنه عند بيته في غرفة معينة، فهو لا يعد في هذه الحالة مقيم مسافرا، بل هو مقيم والله أعلم. ولكن شيخنا كان في الطريق يبدو يترخص به. أما في الطريق لا إشكال، مدام مسافة سفر كما هو مفهوم من السؤال، فهو في أثناء الطريق يترخص. نعم، أحسن لكم شيخنا. معنا علي، حياك الله يا علي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. السؤال الأول أبغى توجيه من الشيخ للي يعاني من وصف في العقيدة، بس ما هي أفكار تجي في نفسه، إنما يشوف أفعال أو يشوف أقوال وتبدأ تجي وساوس. يعني هل أنكرت هذه الأفعال أو ما أنكرتها؟ هل وقعت بالكفر أو لا؟ بهذه الطريقة تقصد؟ بهذا القبيل. طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني، أنا قد سألت هذا السؤال بس الإجابة كانت على قسم ثاني، يعني اللي هو أنا شاهدت شخص يعني كان يحمل أحد الفرق الأجنبية، وكان فيها صورة شيطان في صدره. أي نعم. وما أنكرت عليه. فهل علي شيء؟ طيب شكرا جزيلا لك يا علي. معنا أم عبد العزيز، حياك الله يا أم عبد العزيز، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضلي. لو سمحت، أنا حطيت مناكير بديني. أي نعم. ويوم جيت من العزيمة نسيت، صليت الفجر وأنا ما زلت. هل أعيد صلاتي ولا لا؟ لكن أنت توضأتي ثم بعد ذلك وضعتي هذه الطلاء المناكير على الأظافر، ثم ذهبتي إيه؟ للمناسبة ما أحدثتي، ما كان في حدث أصغر. إلا فيه بس جيت الفجر وصليت وأنا. يعني توضيتي. صليت يعني إيه؟ دخلت ناسي إيه يعني توضيتي والمناكير عليكي. إيه نسيت يوم خلصت صلاة من الساعة ذكرت. إيه وأنت محدثة. هل أعيد صلاة الفجر ولا لا؟ أنت محدثة قبل الوضوء. إيه. إيه طيب. تسمعني سؤال ثاني يا أم عبد العزيز؟ لا يعطيك. شكرا جزيلا لك، الله يجزاك. أم خالد من السعودية، حياك الله يا أم خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يا شيخ يبارك لنا فيكم، الله يبارك لنا فيكم يا رب، الله يجزاك. أنا من مكة، الله يبارك لنا فيكم. يا شيخ أنا. نعم. يا شيخ أنا أبنائي اثنين الصغار ما يعرفون أبوه، ربيتهم أيتام. إيه؟ وتعبت عليهم، الحمد لله كلهم موظفين وزوجتهم ما شاء الله، بس معايا قلق وخوف عليهم، واللي ما يصلي يومين ما كلمه، هذا غلط اللي يسويه ولا صح؟ ما يصلي بتاتا ولا ما يصلي في المسجد؟ لا 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 يصلون. إيه؟ بس طافت يوم الجمعة أحيانا أحيانا. إيه؟ بالفجر وزعل عليه يومين بحاله وخاف عليه يتحمل دم. طيب شيء سؤال ثاني يا محارب. الله يبارك لنا فيه. الله يبارك لك أيضا في أبنائك، ويبارك لك في عمرك ونيتك وذريتك. شكرا جزيلا لك أم خالد، وأيضا جميع المشاهدين الكرام، وجزاك الله خيرا. طيب شيخنا علي يقول أن لديه وساوس في العقيدة، هذه الوساوس ليست أمور ترد إليه في ذهنه ثم يحاول أن يطردها أفكار سلبية تجاه الذات الإلهية سبحانه وبحمده، وإنما يقول في بعض الأحيان أرى أمامي أفعال تفعل فيها مناقضة للدين الإسلامي الحنيف، وكذلك أقوال، ويقول أنني أخشى أنني في عدم إنكارها أن أخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، فما هو التوجيه له أحسن الله عليك؟ أولا التوجيه هو أن يحذر هذه الوساوس، وذكرنا ما يتعلق بعلاجها في أول هذه الحلقة، أقول يحذر منها. نعم.
ولا يضره ما نتج عن هذه الوساوس لأنها خارج الإرادة، وهي نوع من أنواع الوسواس القهري، أحيانا يكون متقدم ويكون قوي وشديد، فهذا مما يغلب عليه الإنسان ولا إثم عليه أبدا. ولا يعتبر إذا رأى مثلا صورة الشيطان على قميص إنسان ولا أنكر عليه أنه كفر بذلك، هذا غير صحيح. ما يستطيع الإنسان أن ينكر على كل من يراه في الشارع ثم إذا ما أنكر رجع لنفسه وقال بأنني كفرت لأنني أقررت ذلك، هذا من تلبيس إبليس يعبث عليه، لا سيما إذا كثرت هذه الأحوال، يراها في التلفاز ويراها في وسائل التواصل ويراها في كل مكان. والحين يستطيع الإنسان ينكر على شخص حتى في أوروبا وأمريكا أو في أي مكان، هل نقول كل واحد ما أنكر أنه خلاص أنه كفر؟ عياذا بالله أن نقول هذا. هذا مبني على القدرة والاستطاعة والإمكان وأشياء كثيرة تتعلق بها أحكام الشريعة، والغالب هو عدم القدرة، الغالب على هذه الأحوال خاصة مع في وسائل الإعلام وسائل التواصل وغيرها. أرى أنه واضح أن عنده وسواس، ما دام عنده وسواس ليس عليه شيء بحمد الله عز وجل، يطمئن إن شاء الله. وما أخذ الجوال واتصل على البرنامج إلا دلالة على إيمانه. صح. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويحفظنا جميعا. جزاكم الله خير شيخ الكريم، أجبتم أيضا عن السؤال الثاني فشكر الله لكم. أم عبد العزيز شيخنا الكريم تقول أنها وضعت طلاء الأظافر أو ما يسمى عرفا بين النساء بالمناكير، وتوجهت لحضور مناسبة، ثم بعد ذلك نامت وأيضا انتقض وضوءها، ثم توضأت والمناكير عليها، وصلت كذلك الفجر والمناكير عليها، ثم تنبهت بعد ذلك، فماذا عليها؟ صلى الله عليكم. يعني صلت الفجر فقط. نعم صلت الفجر فقط. نعم. يعني هو يجب عليهم حينئذ أن تعيد صلاة الفجر، تزيل يعني تزيل المناكير، طبعا أزلتها مؤكد لأنها كان صلت الظهر بعد إزالتها. صحيح. فهي تعيد الآن صلاة الظهر صلاة العصر الفجر فقط. صحيح. هذا الواجب عليها. نعم يعني تعيد فقط صلاة الفجر. نعم. تعيدها الآن شيء؟ تعيدها تتوضأ تعيدها الآن. نعم في أي ولا في يؤثر على ترتيب الصلوات التي قبل؟ ولا يؤثر هذا. نعم. شيخنا صلى الله عليكم، أختنا أم خالد تقول أن لديها ابنان، وهؤلاء الابنين يبدو أنهم فقدوا والدهم في سن مبكرة، تقول ربيتهم ولله الحمد منه وتعبت على ذلك، ربيتهم على المعاني العظيمة الإسلامية الكريمة وعلى الخلق الإسلامي، لكن تقول أنني أقلق عليهم كثيرا وينتابني خوف عليهم من الأمور والأحداث الدنيوية. هذا الشق الأول من سؤالها، فما هو التوجيه لها أحسن عليكم؟ نعم الواجب في هذه الحالة هو تعظيم، هو إن شاء الله إيمانها قوي ومكين، تعظيم هذا الإيمان الذي في قلبها والتأكيد عليه، وتعاهد نفسها في قضية التوكل على الله عز وجل، وإلقاء كل هذه الأشياء، هذه الأوهام وهذه الهموم كلها على الله عز وجل، وعلى جانب الفأل، أن تتفاءل بما يكون في غيب الله عز وجل، وألا تشغل نفسها بهذه الوساوس، لأنها تنحت من عقلها ومن قلبها ومن جسدها وتؤثر عليها، وهي لا تستطيع أن تدبر كون الله عز وجل دون الله عز وجل. صحيح. فأرى لها أن تكثر أولا من الدعاء أن الله عز وجل يحمي أولادها، وتكثر من الدعاء أن الله عز وجل لا يعني أن يعينها على مثل هذه الوساوس والأفكار بأن لا تسيطر عليها، تقول احمني من هذه الأفكار، اللهم يعني اجعلني من المتوكلين عليك. فالتوكل هو من أعظم العبادات القلبية، فإذا حرصت عليها سيزول هذا بإذن الله عز وجل. لكن يا شيخ، هل يجوز أن تورد عليهم الأذكار مثلا، اللهم أني استودعتك أبنائي؟ نعم تدعو، ولكن الدعاء الذي نشأ لأجل دعاء الله عز وجل والحرص عليه يكفي، هذا الحد. لكن يصل الأمر إلى حد القلق الشديد والوسواس ويكون دافع هذا الأمر هو القرآن، صار القرآن مع كثرة حرصها على ذلك زائد عن الحاجة، يكفي أن كما عوذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، ما كان يعوذ كل ما أراد يخرج وكل ما أراد يذهب وكل في كل ليلة وفي كل وقت في كل ساعة، يكفي إذا عوذت أولادها ولو لم يكونوا أمامها كما يظن بعض النساء. لو قالت أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذا حسن، اللهم احفظني واحفظهم من بين أيدينا ومن بين أرجلنا، ومن تدعو بما ورد في الأدعية، ليست محددة بشيء معين، يكفي هذا. لكن المبالغة في الدعاء إذا كانت ناتجة عن الوسواس القهري فيما يتعلق بحفظ أولادها، الله عز وجل لا يكلفها بذلك، لا يكلفها بهذا، وإنما عليها علاج الأصل، وهو الذي دفعها إلى هذا،
كل الناس عندهم أولاد، كل الناس يتمنون لهم السلامة ويتمنون لأنفسهم السلامة، يكفي هذا، لا تزيد عن عن عن, عن الدعاء القريب الذي يعينها في جنب الله عز وجل، وتكثر من الأدعية الأخرى في المجالات الأخرى، أعظمها الهداية القلب والإعانة على ذكرها، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الأدعية الكثيرة التي يحتاجها الإنسان لا تحصى، فلا تحصرها في هذه المطالب التي لا يد لها فيها إلا الدعاء، وبالقدر الذي لا يؤثر على المطالب الأخرى في دينها ودنياها في دعائها. أنا أقصد التوسط، أقصد أن لا تدعو، أنا دعوتها في أول الجواب إلى الدعاء. الله يسلمك. المهم أنها لا يكون الدافع على مثل هذا هو سيطرة الوسواس عليها. نعم بقي شق آخر من سؤالي، لكن نستأذنكم فضل الشيخ بأخذ المشاهدة مريم. تفضل يا مريم. السلام عليكم. سلام، تفضل يا أختي. عندي الوالدة توفت الله يرحمها وبقسنونها تركيبها، طشتهم بالدار وش سوي فيه. من هي اللي توفيت رحمه الله؟ الوالدة الله يرحمها، أسنان لها تركيب، أسنانها مركبة. إيه، وبقت عندي أنا طشها، وش كيف تصرف فيها؟ إيه الآن يعني هي الوفاة حديثة أو أخذتوا نزعتم الطقم من فيها؟ لا هي حي نزلت، يمكن لها سنة على حياة. إيه نعم، هي الوالدة هي؟ إيه. طيب سؤال ثاني يا مريم. السؤال الثاني القرآن إذا عندي قديم متقطع بس ما يطوعني قلبي يحرق، كيف تسوي فيه؟ الله، طيب أبشري إن شاء الله. جزاك الله خير يا أختي مريم، الله يعطيك العافية. معنا أم محمد، حياك الله يا أم محمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك، تفضل يا أختي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضلي. عندي سؤالين. الأول. السؤال الأول، سورة الملك بقرأ كل يوم يا الله، سورة الملك. سورة الملك ما بها؟ بقرأ كل يوم. تقرأ كل يوم أو لا؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يا أختي أم محمد. السؤال الثاني بعيد الوضوء كثير. إيه طيب أبشري تسمعين إن شاء الله توجيه الشيخ. شكرا جزيلا لك. شيخنا أحسن الله عليكم، أم خالد تقول في سؤالها الثاني أنها حريصة جدا على أبنائها وما يتعلق أيضا بحثهم على أداء الصلاة جماعة مع المسلمين، لكن تقول في بعض الأحيان قد يفوتون الجمعة ثم يقضونها ظهرا في المنزل، أو يفوتون بعض الصلوات المفروضة لا يصلونها في المسجد جماعة مع الناس، وربما يؤخرونها قليلا عن وقتها، فتقول أنني أهجرهم لمدة يومين، فما حكم فعلي هذا؟ أحسن الله عليكم. أولا تشكر على حرصها على أولادها وتستمر في إيقاظهم وتذكيرهم وتنبيههم على مواقيت الصلاة حتى يؤدوها في وقتها، ولا تضجر في ذلك، وأمر أهلك كما قال الله عز وجل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا من أمر الله عز وجل أن يحث الوالد والوالدة أولادهما على المحافظة على طاعة الله عز وجل. الأمر الثاني، إذا لم يجد النصح والتذكير ثم رأت بأن نوعا من الهجر مدة معينة مثل يوم واليومين سوف ينفع في ذلك، تكون علاقتها مع أولادها جيدة، يعظمونها، عندهم أمرين يهابونها ويحبونها، هذا في الغالب هو الذي ينفع فيه الهجر. الله. وأحيانا إذا كانت الهيبة ضعيفة لا ينفع الهجر، وأحيانا إذا كانت الهيبة قوية لكن المحبة قليلة أيضا لا ينفع الهجر ولا يؤثر، هذا يحتاج إلى نوع من العقل والحكمة حتى لا ينفر الأولاد تماما وربما تصرفات أخرى. المقصود هي أن تستمر بهذا، وإذا كان الهجر نافعا هجرتهم، وإذا لم يكن الهجر نافعا لم تهجرهم، كما ذكر هذا أهل العلم منهم تقي الدين ابن تيمية يقول قد يكون التأليف خيرا من التعنيف. الله. أن تؤلف قلوبهم بحسن اللقاء وبالتشجيع والابتسامة قد يكون أحسن من التعنيف، وأحيانا التعنيف مثل الهجر أو مثل العتاب الشديد، ما نقول البذاء في اللسان أو شيء، العتاب الشديد عليهم قد يؤثر، فنقول استعمل العتاب واستعمل نوعا من التقريع إذا كان ينفع فيهم، فهذه المسألة مسألة نسبية كما يقول أهل العلم، تختلف باختلاف الآمر واختلاف المأمور واختلاف الأحوال العامة وغيرها، وإن شاء الله أنها ستوفق إذا أكثرت من الدعاء بأن يهديهم وأن
يثبتهم على دين الله عز وجل. شيخ الكريم، الحقيقة ما يبهج النفس هذا التورع عند كثير من مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الرسالة، من خلال أسئلتهم. قد وردت لدينا عدة أسئلة فيما يتعلق بالمتعلقات بالمتوفى، البعض ربما أن يظنها تافهة، ومع ذلك تردنا اتصالات وتساؤلات عن هذه التركة التي ربما يرى بعض الناس أنها هينة وبسيطة، ومع ذلك نسأل عنها كثيرا. أحسن لكم فيما يتعلق بطقم الأسنان، تقول والدتي توفيت قبل عام، نزع قبل يعني تغسيلها وتجهيزها واحتفظت به، فتقول ماذا أصنع به؟ هل مثلا أستأذن به الورثة أو ماذا نفعل به؟ أحسن الله لكم. نعم، هذا الذي طقم الأسنان الذي نزع، أصح الأقوال أنه يجوز نزعه لأنها مال له اعتباره، ولكن أيضا لو كانت هي غنية وأولادها أغنياء يعني أثرياء وليس فقط مجرد الغنى، ثم تركوه مجرد سن واحد في الطقم مثلا أو شيء يسير نسبيا، فهذا حسن إن تركوه، ولكن إن أخذوه فلا حرج عليهم حتى في حالة الغنى والثراء لا حرج عليهم، لأن طائفة من العلم يرون أيضا بأن هذا من إضاعة المال، وهذا مال له نفع وهو الذهب الموجود في أسنانها، فإذا نزعوه صار إرثا يعني يضم إلى سائر تركتها ثم تقسم على الورثة والله أعلم. وبالنسبة للطقم كاملا شيخنا اللي ليس من الذهب، هل مثلا يعطى شخص آخر يستفيد منه أم ماذا؟ لا أرى مناسبة ذلك. أولا من الصعب أن الطقم نفسه أنه يركب على لشخص آخر لنوع من الترهيم وأشياء تكون كلفتها أكثر، فلا أرى مناسبة. ماذا يصنعون به شيخ؟ هل تستأذن الورثة تحتفظ به أو يعني يتصرفون كما يشاءون، حبوا يبيعونه ويعطونه أحدا إن كان هذا لا يضر بصحة الآخرين، الأمر واسع. نعم، السؤال لكم شيخ الكريم. في سؤال ثاني، تقول لدي مصحف وهذا المصحف الأوراق متمزقة، وتقول يعني قلبي لا يطاوعني في إحراقه، فتقول ماذا أفعل بها؟ أحسن الله عليكم. إذا كان في مجال الانتفاع به أو ترميمه وإضافة الصفحات المفقودة فهذا أحسن الأحوال، ما لم يعني تغلب عملية الترميم أو تعظم أو تكثر نفقاتها حتى تصير أغلى من المصحف نفسه، هذا تضيع للمال، فحين لا سبيل له إلا أن يحرق في مكان نظيف حتى تزول فيه الكلمات، أو أن يفرم بالفرامة الناعمة التي تفرم طولا وعرضا بحيث تذهب هذه الكلمات ولا ترى البتة كأنها غير موجودة. هذه من وسائل التخلص من هذه المصاحف القديمة الممزقة التي يصعب الانتفاع بها والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أم محمد تسأل، تقول هل سورة الملك تقرأ في كل يوم؟ نعم، الوارد فيها يدل على أنها إذا قرأت كل يوم فهو من امتثال الحديث الوارد في ذلك، فإذا قرأت كل يوم فهو حسن. نعم نعم، أسألكم شيخ الكريم. في سؤالها الثاني أختنا محمد تقول أنها تعيد الوضوء كثيرا، فما هو التوجيه لها ولأمثالها؟ أحسن الله عليكم. يبدو أيضا عندها وسواس. نعم صحيح. نعم، في هذه الحالة إن قدرت أن تكتفي بالوضوء الواحد ولا تعيد فهذا حسن، وإذا ما قدرت إلا أنها تعيد في كل مرة فهذا حرج، وحين يسقط عنها الوضوء فتنتقل إلى التيمم إذا كان التيمم لا وسواس فيه. نعم. فتيمم، لأن العجز عجز كما يقول العلم حقيقي، أنه لا يستطيع أن يتوضأ بالماء، ولا أن يكون حكمي بمعنى أنه يصيب مثل هذه الأحوال من الحرج، حينئذ تنتقل إلى التيمم والله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا، بالنسبة لمن اقترف محظورا من محظورات الإحرام في الحج والعمرة، هل يكون بنحر دم وتوزيع على فقراء الحرم أم إطعام 6 مساكين؟ من المحظورات الإتلافية، ويكون فيها كما ورد في حديث كعب بن عجرة أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة، مخير كما قال الله، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كما جاء في الآية، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث كعب بن عجرة حين قال، حين أمره بأن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام، هذا هو المشروع في ما يتعلق بمحظورات الإتلاف. في ترك الواجبات هي دم ذبيحة، يعني ما في 6 مساكين، شاة مثلا أو ماعز يذبحها إذا ترك واجب من الواجبات كما جاء في أثر ابن عباس، من
ترك واجبا أو نسيه فعليه دم ولا يعرف له مخالف من الصحابة. فكان أمرا منسوبا علميا إلى مثل ما يشبه إجماع الصحابة على ذلك. ترك الواجب مثل ماذا شيخنا؟ ترك أي أمر واجب من واجبات مثل مبيت مثلا في ميناء هذا واجب وليس ركنا. نعم. ومثل طواف القدوم عند من يرى أنه واجب في حالة الإفراد. قائمة واجبات الحج والعمرة كثيرة. نعم. ومثل مثلا ترك مثلا مرور من مثلا ميقات الإحرام وعدم الإحرام منه، هل هذا يدخل معها في جبره بدم؟ نعم، ترك واجبا. إيه ترك واجبا. نعم. يعني إذا يعني لم يحرم قريبا ولا يستطيع الرجوع، فهنا حينئذ يكون قد ترك واجبا فعليه دم. يجبر. نعم. بدم. نعم. نعم. لكن لا ينتقل إلى طعام ستة مساكين. لا، هذا كما ذكرنا في المحظورات. إيه. نعم. في فعل المحظورات الإتلافية. نعم. شيخنا ناصر يقول أنه كان محرما واستمنى بيده، فيقول عبر منصة إكس ماذا يجب عليه في العمرة؟ يعني أخطأ بهذا وأثم. هنا وهو في 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 إحرامه. إيه في العمرة. يقول نعم. نعم. وفي هذه الصورة عليه فدية التي ذكرناها منذ قليل. ما هي؟ دم. نعم. أما أن يذبح شاة أو أن يطعم ستة مساكين أو أن يصوم ثلاثة أيام. إيه نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هناك سؤال يقول بالنسبة لصلاة الاستخارة، في بعض الأحيان قد تكون هناك أمور عاجلة يجب أن يبت بها وقد توافق وقت نهي عن الصلاة، فماذا يصنع؟ أحسن الله عليكم، هل يجوز له أن يصلي صلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة إذا هم بأمر يعني. إيه نعم، كان أمرا عاجلا لا يحتمل التأخير. يعني صلاة استخارة السنة، لو ترك لا شيء عليه، ولو اكتفى بالدعاء لا شيء عليه. ويقع إن شاء الله به المراد، لكن الأتم والأخذ بالسنة هو أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة. لكن إذا صار شيء عاجل ثم دعا فقط فالأمر واسع إن شاء الله ويحصل له ما أراد، ولكن ليعلم أن الاستخارة ليست هي التي توجه الإنسان إلى العمل. هذا خطأ شائع وقال به بعض أهل العلم أيضا لكنه مرجوح. الصحيح أن الاستخارة هي بعد أن يفكر الإنسان بمقاييس الشريعة وبمعايير العقل والحكمة ثم يتجه إلى شيء معين هذا هو الأفضل وهو الأحسن في حاله، حينئذ يستخير الله عز وجل أن يجعل ما اختاره هو خيرا عند الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعة، هم بالأمر وانتهى. بينما يظن الناس أنك تستخير وحينئذ الله عز وجل يلقي في روعك أن هذا الأمر أحسن من هذا الأمر بنوع من الارتياح، هذا خطأ. هذا قد يلقيه الشيطان وتلقيه رغبات النفس وقد تلقيه رغبات من حوله من أولاده وأهله، هذا الارتياح لا قيمة له، وإن كان بعض العلماء قد ذكره، لكن التحقيق في هذه المسألة أن الاستخارة هي أن تدعو الله عز وجل فيما اخترته أن يكون فيه الخيرة، هذا هو مقصوده. أما أنه يوجهك انقطع الوحي، يعني يأتيك شعور ارتياح وارتياح ثم تفعل هذا وتقول هذا الذي أراده الله عز وجل مني، هذا خطأ. شيخنا يصير نجعل احنا أفعالنا وأفكارنا منسوبة إلى الله عز وجل. خلنا نسقطها شيخ الكريم على الواقع، نفرض مثلا مشاهد اسمها سميرة تقدم لها حمد وفهد وهي الآن محتارة بين حمد وفهد وصلت صلاة الاستخارة، تعالوا نطبقها على أرض الواقع. تجنب الآن موضوع الاستخارة الآن. جميل. فتحكم قواعد الشرع، هل يجوز أن تتزوج هذا الرجل؟ قد يكون محرم أن تتزوج. لا يجوز. يكون غير مسلم ولا عنده مشكلة ولا أو مرتد. أي نعم. فهي تنظر بقواعد الشريعة. في الشريعة ليس ما يمنع من الزواج من هذا الرجل. أي نعم. ثم تأتي إلى قواعد العقل والحكمة. هل هو يناسبها أن تتزوج من في أخلاقه في دينه في حتى في قدرته المالية على الإنفاق، كل هذا معتبر. فإذا فكرت من جميع الجوانب ورأت أن هذا الرجل من الناحية الدنيوية والدينية أنه مناسب تتجه الآن إلى القبول، ولكن قبل أن تعلن هذا القبول لأحد صلي صلاة الاستخارة أن تجعل فيما اختارته من هذا الرجل خيرا لها في دينها ودنياها. وإن تساوى الطرفان بالنسبة لها، يعني هذا جيد ومقبول وديانته سليمة، هي الآن إذا ما اتخذت قرار، إحنا قلنا لا استخارة إلا بعد اتخاذ القرار، يعني تقارن تقول أريد هذا. نعم. ثم تستخير بعد. نعم. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة
ما في شيء يلقى في روح الإنسان ثم يقول طيب احنا طلاب علم نبحث المسار ونحن نستخير احنا نقول هذا الكلام. فالله عز وجل ألقى في روعي أن هذا هو الأرجح ثم أرجح على ارتياحاتي. الجواب لا، لكن فيها استخارة. أنت لما تقول أنا سأختار هذا القول واخترته ورأيته حق، أنا أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاختيار هو الصحيح. الله. مثلا إذا أردنا لو أردنا أن ندخل الاستخارة في مسائل الاختيارات العلمية، وكذلك هنا لا بد من الهم. هنا ترى ليش؟ لأن يعني لا زال متعلق عندك قضية وجود الارتياح. أن إذا استخرت تجيك ارتياح، وهذا ارتياح هو من الله. لا. ميل إلى جهة دون أخرى. لا. مثلا الطب هندسة الوحي انقطع، لا سيدعي هو أن الله أوحى إليه. الوحي انقطع. انقطع. فلا أرى له ذلك إلا أن يعمل يعمل قواعد الشريعة وقواعد العقل والحكمة. فإذا اختار أحد الأمرين دعا الله عز وجل أن يكون أن تكون الخيرة فيما اختاره هو والله أعلم. نعم، أسأل عليكم شيخنا الكريم. شيخنا، بالنسبة لقراءة سورة ياسين أثناء تغسيل الميت، هل هذا ورد في الشرع؟ هذا لم يرد، واللي عليه الكافة من أهل العلم على الأقل ممن صح الحديث في سنده كلام في اقرأوا على موتاكم ياسين، المقصود به على المحتضر الذي حضره الموت في مرض فيقرأ، وليس بالضرورة أن يسمع وأن يقال أنت الآن ستموت سنقرأ عليك ياسين. تقرأ عليه دون أن يشعر، يقرأ الإنسان بقدر ما يسمع نفسه، يكفي هذا عند من يصح الحديث، والأقرب أنه لا يثبت. فنكتفي في هذا بالدعاء وبقراءة أي شيء من كتاب الله عز وجل، لا سيما ما وردت به النصوص، ولو قرأ عليه ياسين فهو حسن، كل هذا لا بأس به. نعم. نعم. وبالنسبة شيخ الكريم، إزالة الشعر غير المرغوب به وهو من سنن الفطرة بالنسبة للميت أيضا، هل هو مشروع قبل أن يغسل مثلا البيطين والعانة وغير ذلك؟ نعم نعم، يزال. نعم، بالنسبة للبيطين إذا أزيلت فهو حسن. نعم نعم، أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا، هناك تساؤل يمكن عند كثير من الناس، قضية إذا كان دخل إلى المسجد ثم بعد ذلك قرأ الفاتحة مع الإمام ثم ركع الإمام وبقي يمكن آية أو آيتان، فهل يكمل هاتين الآيتين أم أنه يركع مباشرة؟ لا لا لا، لا يكملها تماما، مثل لو جاء وجده راكعا فما يبقى بعد تكبيرة الإحرام ليقرأ الفاتحة أو شيئا منها، لا يفعل، هذه سقطت عنه. وهذا مما يحمله الإمام عن المأموم، فلا يقرأ منها ولا إلا ما يستدرك به شيء يسير ولا يؤثر في المتابعة. أحيانا يقول ولا الضالين، بقي كلمة ولا الضالين، ولا الضالين هذا لن تؤثر في المتابعة فيكملها. أما تبقى عليها آيتين أو ثلاثة أو أربع مما يؤثر على المتابعة التي هو مخاطب بها وليس مخاطبا بأن يكمل الفاتحة، لأن الإمام يحمل ما نقص في أحوال المأموم والله أعلم. نعم، أحسن لكم شيخنا الكريم. شيخنا، أصحاب الفضيلة من المؤذنين جزاهم الله خيرا يقومون بدور عظيم في رفع نداء الحق وإيصاله لأسماع المسلمين، لكن البعض شيخنا الكريم قد يكون خصوصا في صلاة الفجر قد يكون متلبس بجنابة ثم يريد أن يرفع الأذان، قد يكون يعني استيقظ قبيل الأذان فيريد أن يرفع الأذان ثم يغتسل بين الأذان والإقامة، هل يجوز له أن يدخل المسجد وهو جنب ويرفع الأذان في هذه الحالة؟ أولا فيما يتعلق برفع الأذان لا بأس لو أنه رفع، لأن هذا من وظيفته، والصحيح أن لا تمنع الجنابة إلا قراءة كتاب الله عز وجل، هذا الذي تمنعه، وهذا جزء من وظيفته وما يجب عليه أن يفعله. وأما كونه يؤذن وهو واقف ثم يرجع فهذا كما قال الله عز وجل ولا جنوبا إلا عابر السبيل حتى تغتسلوا، فاستثنى عابر السبيل، وهذا من جنس عابر السبيل لأنه لم يستقر ويجلس فيؤذن ثم يذهب إلى بيته ليغتسل، لا بأس. نعم. شيخنا، في بعض المصليات تكون في مقر الأعمال ربما لا يصلى فيها فقط إلا الظهر أو العصر في بعض الهيئات التي تمتد دواماتها إلى الخامسة عصرا، فهل يشرع في ذلك رفع الأذان في هذه المصليات تحديدا؟ نعم يشرع، مدام أن مكان مخصص للصلاة وهو مسجد تتعلق به جميع أحكام المساجد، سواء كان وجوب شهود الجماعة فيها أو الاعتكاف فيها، كل الأحكام الشرعية تتعلق بها. الذي لا تتعلق به أحكام المساجد لما يكون صالة انتظار ثم يفرش فيها أحيانا للصلاة، هذه لا تعد مسجد، أحيانا تكون
صالة كبيرة ومغلقة وفيها الفرش المعتادة للمساجد، فهذا تأخذ أحكام. ليس كما يظن البعض بأن الإنسان يذهب يجب عليه أن يخرج خارج الدائرة ليصلي، وربما يكون المسجد بعيد ويضيع وظيفته، هذا غير مناسب. فهو يصلي في هذا ما دام مخصصا للصلاة، فلا دليل على اعتبار الوقف ولا على اعتبار المحراب ولا المئذنة ولا كل هذه أوصاف غير مؤثرة في حكم الشريعة. الوصف المؤثر أن يسمى هذا مسجدا، وهذا قد صار مسجدا بهذه الصورة. نعم نعم، أسأل عليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هناك سؤال بالنسبة للتثويب في الأذان، ماذا يقول المسلم وهو يردد مع المؤذن خصوصا في أذان صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم؟ الوارد في هذا ضعيف، وهو أن يقول صدقت وبررت، هذا ضعيف، فهو يقول كما يقول المؤذن. فإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، قال هو الصلاة خير من النوم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقول كما يقول المؤذن كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن عليكم شيخنا الكريم. شيخنا، في بعض الأحيان ربما يمر المؤذن بظرف فلا يرفع الأذان وإنما يكتفى فقط برفع الإقامة، فهل يؤثر ذلك على صحة الصلاة؟ لا يؤثر على صحة الصلاة، بل أرى أنه إذا تأخر المؤذن يعني فترة طويلة نسبية مثل 4 أو 5 دقائق، أرى أنه لا يؤذن. طبعا هذا إذا كانت المساجد القريبة تصل إلى الناس كما هو الحال الآن. تسمع المؤذن أحيانا من وراء 4 مساجد أحيانا أو أكثر. اللهم لك الحمد لله عز وجل، هذه نعمة. فأحيانا هذا يؤدي إلى إرباك الجماعة، لكن تأخر نص دقيقة دقيقة نحو ذلك فأرى له أن يؤذن. أقول شيخنا الكريم، يعني سماع نداء الحق ما شاء الله في الأرجاء، والله أنها نعمة عظيمة. هذا من فضل الله عز وجل. صلى الله عليكم شيخنا. معنا أم زياد، حياك الله يا أم زياد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا باخذ تمويل من البنك اللي هو عملية التورق، وفي لجنة شرعية، فهل يلزم أني أتأكد أن الشيء هذا دخل في ملك البنك ولا لا؟ لأن هذا في حرج يعني علينا، لأن بعض المشايخ يقول لا لازم تتأكدين أن البنك يعني تملك ملك تام. طيب أختي أم زياد، ما هي السلعة؟ هل هي أسهم ولا ذهب؟ لا، مثلا جاء البعض يقول مثلا حديد يعني حديد أو أرز أو زي كذا. طيب وش الفرق بينه وبين القرض؟ لو باخذ مثلا قرض من البنك، مثلا بستدي من البنك، هل يجوز؟ يعني أبغى أفهم الفرق بين العمليتين. تبتاخذين قرض بفائدة؟ ما أدري والله، أنا بصح باخذ تمويل من التورق، لكن قال بعض المشايخ لازم تتأكدين. كيف أتأكد أنا؟ طيب إذا بس كان في لجنة شرعية. ابقي معنا بس يا أم زياد، ابقي معنا. الشيخنا تقول أنها تريد أن تأخذ تمويل ما يسمى بالتورق، في هذا البنك يوجد لجنة شرعية وقالوا لها أن السلعة أظنها حديد، فتقول يعني أنها تجد نوع من الحرج، هل وجود اللجنة الشرعية يكفي أم يجب أن تتأكد من سلامة إجراءات هذه العملية؟ ما دام البنك يقيم على المعاملات الشرعية، أو أن النافذة التي في هذا البنك تقيم المعاملات الشرعية وفيها لجنة أيضا متخصصة تشرف على هذا العمل، ولم تجد في سير المعاملة ما يدل على شيء من التحريم، فكل هذه المعطيات تجيز تبيح لها أن تدخل في هذه المعاملة، لا حرج عليها بذلك. بس كثير من العملاء شيخ الكريم غير متخصصين بالمصرفية الإسلامية، فهو لا يستطيع أن يتأكد من سلامة الإجراءات. إذن هو غير متخصص ومقلد. نعم، فلا حرج لو أنه تابع مثل هذه اللجنة. جميل. بس بشرط أن لا يعرف في مجريات هذه المعاملة ما يدل أو في الشبهة بالتحريم حتى تسأل عنها. نعم. جميل. فما دام لا تعلم عن التفاصيل في هذا، فالأصل هو إجراء هذه المعاملة. نعم. طيب. واضح يا مزياد؟ معنا؟ هل أسأل مثلاً الموظف البنك، أسأله هل فعلاً أنتم استلمتوها؟ هل فعلاً تملكتوها بملك حقيقي؟ نعم. يكفي فقط السؤال. لو سألته لا بأس، ولو تركت سؤاله أيضا لا بأس. لا يلزم يقول الشيخ يكفي وجود اللجنة الشرعية، ويكفي أن يقول هذه معاملة على الوجه الشرعي. يكفي ذلك. إلا إذا بلغك عن البنك شيء فهذا الأمر يكفي. إذا تأكدت يقول فضلة الشيخ أن الإجراءات فيها ما يثير الريبة والشك ولا شيء. نعم صحيح. نعم. السؤال خلاص، شكرا جزيلا لك يا أختي الكريمة زياد. شيخنا تسأل، الله يحفظك وجزاك خير، بالنسبة للقرض وفرقه عن التورق، يقول إذا البنك قال سأقدم لك قرضا، فهل ثمت فرق بينهما؟ أحيانا بعض البنوك تسميه قرضا وهو ليس بقرض، أحيانا هو أشبه بالدين كما يقول العامة، فيه بيع وشراء وفيه 3 أطراف في هذه العملية، فهو ليس قرض، هو نوع من التمويل، وفيه شراء بضاعة ويتملكها الزبون ويستطيع أن يأخذها إذا شاء هذا الزبون،
هذا هو التورق. أما القرض المحض أنا لا أعرف أنك تعطي قرضا محضا. لا في فائدة يعني يطلع مال بمال إلا أن يكون في فائدة ربوية. هذا لا يجوز. لا هذا لا يجوز. نعم أحسن الله عليكم شيخنا الكريم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حياكم الله وبارك فيكم. أهلا وسهلا. إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو محكمة الاستئناف سابقا الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. الشكر يتواصل لكم أنتم مشاهدينا الكرام على حسن الصلاة وكريم المتابعة. ولا تنسوا قراءة آخر سورة البقرة عملا بوصية نبيكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. دمتم بحفظ الله ورعايته. طاب مساؤكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سليم.